أصدقائي الإماراتيين، السلام عليكم. باسم سفارة فرنسا وباسم شخصي أشكر سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لحرصها على سلامة المواطنين الفرنسيين في الدولة. الجالية الفرنسية في الإمارات ملتزمة باحترام إجراءات السلامة والوقاية. فرنسا والإمارات معا يد في اليد ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، لحماية أنفسكم ولحماية من تحبون. حريكم بالبيت ملتزمون.